مرحبا، كيفكم اليوم؟ بدنا نعمل سيخ دجاج تايلاندية. قطعت السفاين هيك مكعبات، وفي عندي السياخ الحشوي فيها نقعتها، وهون عندي كزبرة وكاري وكمون كركم زنجبيل وثوم حليب جوز الهند وزبدة اللوز. نقدر نستخدم زبدة الفستق بس أنا مغيرة، وبرش ليمون. هلا ضفتهم كلهم سوا وبخلطهم كويس لحتى ننقع فيهم الدجاج. هلا بضيف الدجاج على النقعة، طبعا منطفيته أنا ومصفيته كويس من المي، لازم يكون يعني بعد التنظيف مصفى كويس. وهيك صاروا جاهزين. بدكم تحركوهم كويس على أساس يجي على جميع القطع. رح أغطيهم وخليهم تقريبا منقوعين، ممكن ليلة كاملة وممكن يعني أقل شي 3-4 ساعات لوقت ما أشويهم. وهلأ بفرجيكم، غطيتهم بالنايلون ورح أدخلهم بالتلاجة تقريبا 3-4 ساعات أو لوقت إني ما أحضر بدي أشويهم على الباربيكيو. هلأ في عندي هون حليب جوز الهند مثلا زاد في العلبة، لما يزيد عندكم بتحطوها في تبروير وبتقطوها بتحطوها بالفريزر. هلا بدي اعمل صوص للدجاج التايلندي، انه بتغميسه بتغمسوا فيه، فبدي سنتوم مهروس باي مرتبان عندكم فيكم تحطوا ملح وصويا صوص وزيت السمسم وزبدة اللوز وعسل. اوكي، فهلا بحطهم كلهم في المرتبان. لا بس تحريك بسيط وضفت عليهم شوية مي سخنة. هلأ بدي أحمص لوز شرحات. رشيت القلاي بزيت الجوز الهند وحطيت يدوب يعني إشي بسيط زيت السمسم، وهلأ بحمص اللوز حتى أضيفه للصلصة، بس رح أطحنهم شوي. هلأ بعد ما تحمروا الصوص اللي عملته بنزله عليهم. هيك الصوص جاهز، بس بدي بالهاند ميكسر شوي اني انعم اللوز. وهي الصوص جاهز، طبعا الطعم كتير روعة. هذا بتقدم جنب الدجاج اللي رح نشويه التايلندي. هلأ في ناس بتحب يكون الدريسنج للسلطة كمان بصير، ممكن يتقدم سخن وممكن يتقدم بارد. وهيك شكيت السياخ اللي هي الدجاج التايلندي والشيش طاووق مع الخضرة. الخضرة اللي بتزيد بنحطها بسيخ لحتى هلأ أشويهم. هيك وزعتهم ونفس الاشي بغطيهم 10 دقايق، بعدين برجع بلفهم الجهة التانية. هلأ لفيتهم الجهة التانية، ما شاء الله الريحة روعة. هلأ لفيتهم الجهة التانية، ما شاء الله الريحة روعة.